أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، وشكرا لكم على حضوركم، ونأسف لإزعاجكم. لدي بعض النقاط نناقشها معا، أرجو أن تكون جلسة ودية أخوية، فقد طال فراق بيننا، طال الزمن بين لقائنا، فاليوم نلتقي والأوراق كثيرة والمشاكل أكثر. عموما أنا أدري شو تعانون من المجتمع ومن المصاعب ومن البلاءات، لكن الصبر جميل وإخلاصكم ومحبتكم أجمل. لكن وأنا فكرت أنه في أي آية أبدي بكلامي، وقعت عيني على هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. كأنما المشكلة في التيار الصدري هو الاعتماد 100% على هذا الشخص، عليه ما عليه، إذا ماكو كل شيء يخرب، إذا موجود نص ونص، مو كل شيء ينصلح. فمجرد أن نبتعد وما نتلاقى شيء يصير، المشاكل تزيد والخلافات تزيد والبلاءات تزيد. خل أقول بصورة أخرى، هو لقاء ودي، أنا لذلك عبرت عنه، لكن علينا أن نعلم أمور عديدة. أن التيار الصدري مكون من جهتين، الجهة الأولى والأهم وأنتم والقاعدة الشعبية، الجهة الأولى والأهم وأنتم والقاعدة الشعبية، الجهة الثانية هي القيادة، هو المسؤول اللي هو أعوذ بالله من قول أنا المفروض أنا. وكلما ترابطت هذين الجهتين كان العمل أفضل والإنتاج أكثر، وكان رضا الله سبحانه وتعالى أكثر. وكلما افترقنا زادت المشاكل وقل رضا الله تعالى علينا أو عنا. فعليه يجب أن شوية نرص صفوفنا، شوية نتعلم مما مضى من تجاربنا. يعني بالأحرى خل أقول بصورة أدق، كبرنا، خلنا ندور بعد مشاكل، خلنا ندور شلون تمشي السفينة. فهذه الجهتين المهمتين في التيار كلما تقاربت زاد الإنتاج وزاد رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع الترابط الأولي ما بين هذه الجهتين، الجهة الأولى والجهة الثانية. هسه طبعا أنا ما أريد أذب العتب كله عليكم، أنا دائما أقولكم لا أدعي العصمة ولا أدعي الكمال،
قد يصدر مني أمور خاطئة وقد يصدر منكم أمور خاطئة، يجب أن نضع لها حدا، لأنه إحنا هدفنا يجب أن يكون أمام عيوننا. إذا أريد نصل إلى الهدف علينا بتذليل هذه الصعاب. إذا ما ذللت هذه الصعاب خل أروح أقعد ببيتي، وروح أقعد ببيتكم أحسن. قول له وعليه أقدر أمثل التيار الصدري بشجرة، والشجرة لها جذور ولها ساق ولها أغصان ولها أوراق ولها فروع. أنتم الشجرة كلها، من جذورها إلى أوراقها. ياهو الأهم بالشجرة بالله، الجذور الساق الورق. أكو واحد يقدر يجاوبني ياهو أهم؟ ماكو واحد يجاوب. كلها مهمة. شجرة بلا أوراق، قد تشوف الأوراق مثلا تافهة، آسف يعني، لكنك تصور أنه شجرة بلا أوراق شنو فائدتها؟ شجرة بلا ثمار شنو فائدتها؟ شجرة بلا ساق بلا جذور، كلها بعضهم يقوم بعضا. ماكو واحد، ماكو قسم أفضل من قسم آخر. الأوراق حالها حال الجذور، والجذور حالها حال السيقان وحال الفروع، وهكذا. فإحنا خلنا نقتنع بهذا الشيء، أنه الشجرة كلها واحد، ماكو واحد أفضل من الآخر. لكن ستقولي إذا إحنا الشجرة أنت شنو؟ المفروض أنه أنا الفلاح اللي أسقي الشجرة، اللي أقلم الشجرة، اللي أشذب الشجرة، اللي أعطيها دواء للشجرة، مو هيجي؟ فعليه إذا الفلاح قاعد وسكت شي يصير بالشجرة؟ يذبل. وإذا الشجرة ما رادت الفلاح وما صارت تتجاوب وياه شي يصير؟ هم تذبل الشجرة، والفلاح يروح يقعد يسكت ويصير عاطل باطل وما عنده شغل. أمثل لكم مثال آخر للتيار الصدري. اعتبروا التيار الصدري فريق كرة قدم. فريق كرة القدم من يتكون؟ دفاع، هجوم، حارس مرمى، خط وسط، كذا، رأس حربة، موشي. ياهو اللي جاوبني من السادة والمشايخ والأفاضل إنه ياهو أحسن بالله، حارس المرمى، الدفاع، الهجوم، كل نفس الشيء، كل يقوم بدوره. وتصور أنه فريق ما بي دفاع شو يصير؟ موشي. فريق ما بي دفاع ما بي هجوم شو يصير بي؟ ما يسجل ولا جول، ما ينتج. فريق ما بي حارس مرمى شو يصير بي؟ يصير هتيكة بعدها. زين أنا وين بالموضوع؟ إذا التيار الصدري هو الفريق، المفروض أنا المدرب. قلها فعليه إذا المدرب ما درب زين شو يصير؟ يصير فريق عادي وهكذا. أما شجرة تمثلون روحكم والشجرة كلها واحد، وأما فريق كرة قدم أو فريق أي لعبة أخرى كل الفريق مستوى واحد، واللي يقول غير هذا منكم أو مني أو من القاعدة الشعبية أو من خارج التيار فهو أما مرجف وأما مشكك وأما لا يثق بالقائد، أو أنه ترك محمد الصدر أصلا. أقول هاي وتسمعوها، ترى أنا كل كلمة دا أحكيها على العلم العام. إحنا كلنا واحد، كلنا شجرة واحدة أو فريق واحد. زين إذا كنا فريق واحد، اللي يقصر بعمله شنو؟
تطرده من الفريق؟ مو شرط. قد تقعده وين؟ بالاحتياط. يعني استغنيت عنه؟ يعني الطايح رايح؟ مو شرط. قد يكون يتدرب ليوم يومين، كأن لعله المدرب قاصر، لعله تعاون الأخوة وياه بالدفاع والهجوم، كان مو على قد المستوى، قصر بعمله. احنا عمو نصير مثل هذا. اكو ذاك اليوم تقرير رياضي قديم، اكو واحد لاعب اسمه اسكوبار، سوى له هذا كولومبيا كاس العالم اول مره صعدت، صار اللعبه الاولى عبالهم يصعدون للدور الثاني ما صعدوا، سجل على نفسه جول واضح، دخل طوبه بالخطا بهدفه ماشي. طبعا هم يقال انه كانوا الفريق في ضغوط، في خوف من شعبهم، شعبهم شوي مشاخن. اذا ما عليكم ضغوط كفريق، دا احكي كل هيك وانتم تفهموش دا احكي زين. هذا سكوبار سجل على روحه شنو؟ جول. خايفين هم من شعبهم، هذا سجل على روحه جول. قبل واحد سيد ابراهيم سجل على روحه جول، شو يصير بيك؟ ايه وهكذا عافيه. سجل على روحه جول، قال لا انا راح ارجع لبلدي، راح رجع لبلده، طب له مطعم، اجوا ثلاثه رموص له ومات. هاي الضغوطات كلها لغت. فانت تشتغل بارادتك، بقلبك، بعقلك، بقناعتك، بثقتك، ماكو واحد جاي يضغط عليك. تريد ما تشتغل؟ الله ومحمد وعلي وياك. روح اقعد ببيتك، روح اشتغل غير مكان. بس أن تشتغل هنا وتزعزع الوضع مو صالح، خيانة لله ولرسوله ولأهل البيت ولمحمد الصدر. بس خيانة إليا مختولي، بس محمد الصدر مو مال نخونة، ويا قدم لنا أشياء آخرها دمه، آخرها أولاده، ونجي نخونة شوية صعبة من حيث لا نعلم، يجوز ما أدري، وجزء آني جزء موت وجزء قاعدة شعبية، أحكي عموما إجمالا. فخل نترابط، خل نتحد حتى نتقدم، وإلا ما نتقدم أنملة واحدة. فأنتم فريق واحد، أكرر، أنتم فريق واحد، أنتم شجرة واحدة، كلكم سواسية، لا أفضلية لأحد بما فيهم مقتدى عليكم وبينكم. وكل من يقول خلاف ذلك فهو كاذب، فهو مرجف. بعد أقول شيء آخر، واللي يقول هذا الشيء قلوا لي حتى أعرفه مرجف، حتى أقول له في مالة. واضح؟ اللي يحكي بهذا الموضوع انه فلان احسن مني انا احسن من فلان، قولوا لي امانه بيناتنا محمد الصدر، ما يقول لي اني ام خائن. لكن يبقى الفريق بافضليه من اي ناحيه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طبعا هاي تمشي بأمور الدين، بأمور الأخلاق، بالفريق تمشي هاي؟ لا. أفضلكم من؟ أكثركم عملا، أكثركم إنتاجا، أكثر أحسنكم لعبا كفريق، أكثركم يسجل أهداف، أحسنكم يدافع، أحسنكم ينظر لأهدافه، لقاعدة، لمسؤولية، لمرجعة. فعليه أحسن اللاعبين من؟ أحسن الإداريين من؟ أحسن القاعدة الشعبية من؟ هو أفضلهم عملا، أكملهم عملا، أكثرهم عملا. لا أفضلية لأحد، أما بالتقوى هم بالعمل، العمل الصالح طبعا مو الطالح. هدفنا مو مالي، اللي جمعنا محمد الصدر، اللي جمعنا العقيدة، اللي جمعنا الإيمان، اللي جمعنا الإسلام،
اللي جمعنا المرجعية الناطقة، اللي جمعنا خدمة الناس، رضا الله. إذا صار هدفنا المال خل نقعد ببيتنا ونسكت، فهي خيانة لمحمد الصدق. قلت لا، فدير بالكم أمور دقيقة كلها بحسابات محسوبة أخرويا ودنيويا. لا هدفنا المال ولا هدفنا الدنيا ولا هدفنا ما يشابه ذلك. هدفنا هو رضا الله سبحانه وتعالى والسير على نهج محمد الصلاة. ما يخص كورونا، الوباء له أحكامه الشرعية الخاصة به، وكلكم متفقهين وتعرفون من واحد مريض ويمرض واحد آخر شي يصير إذا قتل على يديه. قل له إذا عدا وما مات عليه كذا مستحقات مالية وكذائية، يعني مو حال الأمراض الأخرى، له أحكامه الشرعية الخاصة به، وهذا مو أمرنا. الأمر المهم شي يقول سيد الوالد قدس الله سره، ما دام البلاء ما حافظه بالضبط، ما دام البلاء موجود فيعني غضب الله موجود. يعني كورونا بعدها، يعني شنو؟ يعني غضب الله لا زال علينا. إذا غضب الله ما زال موجود فينا يعني شنو؟ يعني لو قاصرين لو مقصرين، وعليه كيف نرفع هذا البلاء؟ كيف نرفع هذا التقصير والقصور؟ لأحد أمرين. الأمر الأول هو الدعاء والتضرع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الحل الأخروي. أكو حل ثاني، مسبب الأسباب من هو؟ فإذا أجت لقاح وانت تستشكل منه لأنه سببه الله، على قولة ذاكر أنه صنع الذين يصنعون هذا الشيء، خلقهم لكي يأتون بهذه الأسباب. فأما السبب الدنيوي وأما السبب الأخروي، وما شاء الله إحنا كنا لا السبب الدنيوي ولا السبب الأخروي مستعملين، لا نرفع ولا نتضرع ولا نرفع أيدينا للدعاء ليرفع عنا البلاء، ولا جاي نستعمل اللقاحات والأدوية الضرورية والوقاية الصحية. تركنا هذا وتركنا ذاك، فش راح يصير؟ راح يتفاقم أكثر البلاء. وأنا أنذركم بتفاقم البلاء، مو تقولون مقالة مقتداها. فعليه يجب الالتزام بالوقاية الصحية وبما يلزم لعدم الإضرار بالآخرين. وأنتم بعد كلكم متفقهين وطلبة وفضلاء وتعرفون شنو النتائج. زين، فعليه يجب التمسك أما بالأسباب الطبيعية، أسباب الأخروية والسماوية، وأما بالأسباب الطبيعية. واللي ما يتمسك بالأسباب الطبيعية من الآن فصاعدا بعد لا يحضر أي اجتماع ولا يدخل أي مؤسسة من مؤسسات التيار إلا لضرورة، هذا أكو استثناءات طبية ما أعرف لها. أي شيء تريدون بخصوص إنجاح البنيان المرصوص أنا جاهز لإنجاحه. وأكرر أنه البنيان المرصوص كتبته قبل أكثر من 3 سنوات، لا إلى دخل بالانتخابات ولا إلى دخل بالعمل السياسي، وأي واحد يقول خلاف ذلك فهو كاذب. ولا قبل 15-20 سنة إذا مقتدى الصدر لقح، أكو واحد يخاف من التلقيح؟ أو إذا وقع على بنيان المرصوص وسجل، أكو واحد يظل ما مسجل وراه؟ شوفوا شون أكو اختلاف ما قبل وما بعد. فإذا ما تتنظم هذه الأمور
اقروا الفاتحة علي وعليكم وعلى القواعد الشعبية. بس الظاهر اكو فد شيء نشط التيار الصدري، من يعرفه منكم؟ ما حد يعرفه، وهو موتي او قتلي شوية الله يتنشط. وذاك الوقت بعد مقتدى مات وصير شهيد جديد للدم جديد لإحياء ما من دثر إن شاء الله قريبا، وبشركم أيضا بقرب الموت أو قرب الاستشهاد إذا الله وفقني. وجزاكم الله خير جزاء المحسنين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وآسف على التقصير معكم، وأكرر يجب أن يكون هذا أول لقاء وليس آخر لقاء. ممنون.